هذا الاستهداف للصحفيين اعتدنا عليه من إسرائيل حين تنوي إجراء عمليات للقصف الشديد العنيف أو استهداف المدنيين أو إضافة جريمة حرب جديدة للمنطقة المستهدفة، فبالتالي تستهدف الكاميرات الأقلام، تستهدف الصحفيين قبل أن تشرع في مثل هذه العمليات. ما الذي يمكن أن يلجم إسرائيل إذن؟ حسنا، علينا جميعا في البداية أن نعمل حملة دولية في العالم أجمع، علينا أن نندد بما تقوم به إسرائيل في العالم أجمع، ليس فقط المدنيين بل امتدت كما ذكرت حضرتك الآن إلى الصحفيين والأقلام أيضا، وهذا لا يجب أن يمر مرور الكرام. فرأينا وسمعنا من قبل أنهم لم يكتفوا فقط بقصف المدنيين بل امتدوا أيضا إلى قصف المدارس والمستشفيات والمنشآت، واليوم رأينا ما قاموا بعمله وبفعله من قصف الصحفيين، ليس فقط الذين يشاركون هناك بل أيضا داخل العالم أجمع. فليس فقط يقتلون الصحفيين، فالصحفيين نستطيع أن نقول أنهم جزء صغير من الأبرياء الذين لقوا حتفهم جراء هذا القصف وجراء هذا العدوان الذي يقوم به الإسرائيليين، فلا يفرقون بين من يقتلون ومن لا يقتلون في لبنان وفي سوريا وفي غزة. فعلينا أن نقف وقفة حاسمة لمواجهة كل هذا التحدي وكل هذه الاعتداءات واتخاذ القرار. علينا أن نرفع أصواتنا جميعا ولا نترك الأمر يمر مرور الكرام. هذا ما أود أن أقوله، الاعتداءات الإسرائيلية تتوسع يوما بعد يوم، نراها تتوسع في بيروت، نراها تتوسع في سوريا، نراها تتوسع في كل العالم. باعتباركم عضوا في البرلمان الأوروبي سيدتي الكريمة، كيف ترون موقف الحكومة الأرجنتينية إذن في ما يحدث من تصعيد إسرائيلي على غزة؟ هل من تحركات برلمانية متوقعة منكم؟ حسنا، عليكم أن تعلمون أن هنا في الأرجنتين الوضع صعب للغاية مع الحكومة على وجه التحديد، فللأسف هناك تحالف مع إسرائيل من قبل الحكومة في اتخاذ القرار، وهذا مؤسف للغاية. ونحن بكوننا في داخل البرلمان نحن الآن نندد ونشدد ونقف ضد كل تلك القرارات التي تتخذها الحكومة، ونحن نقف موقفا إيجابيا مع الغزة والفلسطينيين، ونندد أيضا بالقتل وما يقومون به في العالم أجمع. الظهور أيضا للحرب في كل بقاع الأرض من قبل العدو الإسرائيلي، نمنع ونندد أيضا داخل البرلمان الأرجنتيني، ونحن نندد في كل جلسة بما تقوم به إسرائيل من اعتداءات على الشعب الفلسطيني، وليس فقط الشعب الفلسطيني بل على المدنيين أيضا كما ذكرت الآن، الصحفيين ليس فقط يعتدون على الفلسطينيين المدنيين الأبرياء بل طالت أيديهم وطال القصف العديد من الأبرياء، كما يحزن قلوبنا الآن ما الخبر الذي سمعناه بقصف الصحفيين. فنحن في البرلمان نحن أيضا هناك العديد من التحديات التي نحن نواجهها ونندد وسنندد حتى إيقاف تلك الحرب وتلك الاعتداءات التي يقوم بها الإسرائيليين، وأيضا المجتمع الدولي عليه أن يتخذوا إجراءات حاسمة، فهم كلهم يبلون بأحاديث كاذبة هناك في إسرائيل، سواء المتحدث الرسمي الإسرائيلي أو أيضا وزير الدفاع أو ما يقولونه الآن بأنهم فقط يقولون بعمليات عسكرية داخل قطاع عسكري، ولكن هذا لا يبدو كاذبا ووضح للعالم أجمع، فإن القوات الإسرائيلية
إسرائيلية تدمر كل الأخضر واليابس، تدمر المنشآت الطبية والمدارس، ولا تحترم السياسة الحرب نهائيا داخل أي أرض، فتحارب في الحدود، وهي تعتمد أيضا على فرنسا وعلى إنجلترا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تدعمها بشكل كامل. وهؤلاء الدول تهددنا نحن كالأرجنتين هنا، ولكننا نحن لن نتوقف عن دعمنا إلى الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري والشعوب التي تعاني من القصف الذي يعاني من قبل القصف الإسرائيلي. ونحن الدفاع سندافع حتما عن الشعوب الأبرياء، وندافع عن السياسة التي يتخذونها داخل سوريا أيضا. سيدة بيسي.